مرحبا. ضربت أمطار غزيرة وفيضانات قوية ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان، وأدت لوفاة 4 أشخاص، وذلك بعد اجتياح مياه الأمطار التي سقطت بغزارة وشكلت فيضانات عارمة وجرفت مع البيوت والسيارات وسببت أضرار جسيمة بالممتلكات. وبالعودة لطقسنا، طقس خريفي دافئ ومستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة معتدلة رطوبة عادية، البحر معتدل الموج وحرارة 127 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال والمناطق الداخلية واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل. وهلأ نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل، عم بتسجل 23، وبلبقى 13، على المرتفعات 19 و10 بالأرز. أما كيف رح تكون درجة الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية؟ وبنبدأ مشوارنا من بريسة 24، البداوة 28 درجة، ومننتقل من بعدها لرياض الصلح 29، عدلون 28 درجة، سليفة 28، رميش 26، على النهري 25، ومن بعدها الرابي 27، وحتشي 18، وشربين 28 درجة. أما بالنسبة للرطوبة تتراوح بين 55 و80%، حرارة سطح الماء 27 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و25 كم/ساعة، والرياح شمالية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ خلينا نشوفهم سوا. اليوم تتراوح بين 23 و29 درجة، ونهار الأربعاء بين 22 و28 درجة، ونهار الخميس تتراوح بين 23 و28 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا صنعاء 25، مسقط 32، أبو ظبي 35 درجة، الخرطوم 39، وأخيرا روما 22 درجة. وهيدا كان طقسنا لليوم. أما هلا بتركون تابعوا آخر أخبارنا.